مين؟ سمر. ليش عندك اعتراض؟ إيش معنى هذه البنت بالذات؟ وليش أنت معترض؟ عشان طريقتك؟ لا مو عشانها طريقتي. بعدين ليش ما تتدخلين أم سلطان وتتكلمين؟ الظاهر ولدك انهبل. ولدك الظاهر إنه انهبل. وش فيك حمكت إن شاء الله؟ لا تكون تحبها للحين وأنا يغفر لكم الله. ها؟ من قالها سمع؟ لا الله يهديك. لا أحبها ولا شيء. وأنت الحب الأول والأخير. أجل خلاص. أنا موافقة. أنا ما صدقت ولدي سلطان بيتزوج. موافقة على هالزواج. ويشرفني ويسعدني إن بدر هو اللي يخطبها لي.